تم إنجاز هذا التسجيل لصالح مبادرة بصيرة، وهي مشروع النص المسموع للأطفال المكفوفين وضعاف البصر. الرياضيات الصف الخامس الجزء الثاني الوحدة الخامسة الدرس السابع النسبة النتاجات. تتعرف مفهوم النسبة، تكتب نسبة متكافئة، تحل مسائل تتعلق بالنسبة. تشارك شخصان في تجارة بحيث دفع الأول نصف ما دفع الثاني من رأس المال وربحا في نهاية السنة 600 دينار. ساعد الشخصين على تقسيم الأرباح بينهما. نشاط 1. اعتمادا على الشكل الظاهري، عندنا شكل يحتوي 3 مثلثات حمراء و7 مثلثات خضراء. ألف، كم عدد المثلثات الحمراء؟ ب، كم عدد المثلثات الخضراء؟ عدد المثلثات الحمراء على عدد المثلثات الخضراء يساوي 3/7. 2. أجب عن السؤال الآتي اعتمادا على الشكل الظاهر. الشكل عبارة عن 4 مربعات زرقاء و6 دوائر صفراء. عدد المربعات على عدد الدوائر ويساوي 4/6. 3. أجب عن السؤال الآتي اعتمادا على الشكل الظاهر. الشكل عبارة عن مستطيل مقسم ل6 أجزاء، 2 مظللين و4 مش مظللين. عدد المستطيلات المظللة على عدد المستطيلات غير المظللة والذي يساوي 2/4. يتبين من النشاط السابق وجود مقارنة بين كميتين من النوع نفسه، بين قوسين مقارنة عدد المثلثات الحمراء بعدد المثلثات الخضراء، وأن الكسر 3/7 نتج من هذه المقارنة. يمكن التعبير عن الكسر 3/7 بأن نسبة عدد المثلثات الحمراء إلى عدد المثلثات الخضراء هي 3/7، وتكتب بصورة 3/7 أو 3.7 3/7. يسمى العدد 3 مقدم النسبة، والعدد 7 تالي النسبة، ويسمى مقدم النسبة وتاليها حدي النسبة. النسبة هي مقارنة بين كميتين عدديتين من النوع نفسه، ويمكن التعبير عنها باستخدام الرمز 2 ويقرأ إلى أو رمز الكسر مقدم النسبة على تالي النسبة. المثال الأول، حدد مقدم النسبة وتاليها لكل من النسب الآتية: أولا 3/4. الحل: 3/4 مقدم النسبة هو العدد 3 وتاليها هو العدد 4. 2. 5/8. 5/8 أو 5.8 مقدم النسبة هو العدد 5 وتاليها هو العدد 8. 3. 6/9. 6/9 أو 6.9 اللي هو 6/9 يقرأ مقدم النسبة هو العدد 6 وتاليها هو العدد 9. السؤال، حدد مقدم النسبة وتاليها للنسب الواردة في النشاط السابق. سنعود إلى النشاط السابق. أولا كان عدد المثلثات الحمراء إلى عدد المثلثات الخضراء 3/7، كان عندنا 3 هو مقدم النسبة، 7 تاليها. ثانيا كان عدد المربعات الزرقاء إلى عدد الدوائر الصفراء 4/6، 4 مقدم النسبة، 6 تاليها. وثالثا كان عندنا هو المستطيل مقسم إلى 6 أجزاء، 2/4، 2 مقدم النسبة، 4 هو تاليها. المثال الثاني، عمر فاطمة 16 سنة، وعمر فراس 28 سنة، وعمر لمياء 8 سنوات.
أكتب النسب الآتية في أبسط صورة. 1- نسبة عمر فاطمة إلى عمر فراس. عمر فاطمة 16 إلى نقطتين فوق بعض عمر فراس 28. هو عندنا بده إياها أبسط صورة، لازم نشوف إيش في عندنا رقم نقسم عليه. أبسط صورة لنسبة عمر فاطمة إلى عمر فراس 4 إلى 7. ثانيا، نسبة عمر فراس إلى عمر فاطمة. عمر فراس 28، عمر فاطمة 16، 28 إلى 6، واللي بيعطينا إلى 16 عفوا، واللي بيعطينا النسبة بالأخير 7 إلى 4. نسبة عمر فراس إلى عمر لمياء. عمر فراس إلى عمر لمياء 28 إلى 8، أبسط صورة 7 إلى 2. رابعا، نسبة عمر فراس إلى مجموع عمري لمياء وفاطمة 28. عمر فراس إلى عمر لمياء وفاطمة 8 زائد 16، واللي بيعطينا قدي 24. 28 إلى 24 اللي هي بتعطينا 14 ل 12 أو 7 ل 6. تعلم، يمكن تبسيط نسبة ما بقسمة كل من حديها على العامل أو بين قوسين القاسم المشترك الأكبر بينهما. فكر، ناقش صحة العبارة الآتية: نسبة عمر سارة إلى عمر بيان هي 3 على 8، وهذا يعني أن عمر سارة 3 سنوات وعمر بيان 8 سنوات. هل يمكن أن يكون عمر سارة 12 سنة؟ إذا كان كذلك، فكم عمر بيان في الوقت نفسه؟ إذا كان عمر سارة 12 سنة، قديش رح يكون عمر بيان؟ حسناً، إحنا عندنا النسبة الأصلية 3 على 8. إذا 3 صارت 12، يعني بإيش ضربناها؟ نعم، ضربناها بأربعة، وعليه سنضرب 8 في 4، رح يصير النسبة 12 ل 32. السؤال الثاني: اكتب النسب الآتية في أبسط صورة مستخدما صورا مختلفة للنسبة. ألف 15 ل 10، أبسط صورة إلها 3 ل 2. ب 3 إلى 12، أبسط صورة إلها 1 على 4. جيم 120 ل 360، أبسط صورة إلها 1 على 3. دال 8 على 16، أبسط صورة إلها 1 ل 2. ها 55 على 35، أبسط صورة إلها 11 ل 7. المثال الثالث: طول شجرة متران وطول ظلها 250 سنتيمتر. اكتب نسبة طول الشجرة إلى طول ظلها. الحل: لاحظ أن وحدة قياس طول الشجرة تختلف عن وحدة قياس طول ظلها، لذا يجب توحيد وحدة القياس قبل كتابة النسبة. 2 متر رح أحولها للسنتيمتر، بتصير 200 سنتيمتر. إذن نسبة طول الشجرة إلى طول ظلها هي 200 إلى 250، والتي تساوي أو تعادل 4 إلى 5. فسر عملية التبسيط. نعم، تم القسمة على القاسم المشترك الأكبر، وهو كان عندنا هون في هاي الحالة 20. السؤال الثالث: دفع محمد 3 دنانير و4 بالعشرة ثمنا لدفاتر، 45 قرشا ثمنا لأقلام،
اكتب نسبة ثمن الأقلام إلى ثمن الدفاتر. حسناً، الحل. لاحظ أن وحدة قياس أو وحدة الحساب عندنا بين دنانير وقرش مختلفة، سنحول القروش إلى دنانير أو الدنانير إلى قروش. حسناً، هون عندنا 3 دنانير و4 بالعشرة، سنحولها إلى قروش لتصبح ضرب 100، طبعا نضربها 340 قرشا، وعندنا 45 قرش ثمن الأقلام. هلا راح نحط 45 إلى 340. حسنا، يجب أن نبسطها إلى أبسط شكل ممكن، فعندنا الشكل الحل رح يكون ستكون النسبة بالآخر 9 إلى 68. اكتشف الخطأ في العبارة الآتية ثم صوبه. سجادة مستطيلة الشكل، طولها 3 متر وعرضها 15 ديسيمتر. نسبة طول هذه السجادة إلى عرضها 1:5. أين الخطأ؟ حسناً، يجب أن نحول إلى نفس وحدة القياس. 3 متر تساوي 30 ديسيمتر، فهو يقول لنا إنه نسبة الطول إلى العرض، الطول 30 إلى العرض 15، 30 إلى 15. لو بسطناها رح يكون عندنا الحل 2 إلى 1 النسبة الصحيحة، وليس 1 إلى 5. فكر، اكتب 4 نسب متكافئة للنسبة 2 إلى 3. نعم، 4 إلى 6، 20 إلى 30، 200 إلى 300، و 10 إلى 15. هدو كلهم متكافئة لاثنين لثلاثة. كم عدد النسب المتكافئة لنسبة 2 لـ3؟ طبعا عدد لا نهائي، كل ما ضربنا برقم بالمقدم النسبة لازم نضرب بتالي النسبة، راح يكون عندنا عدد لا نهائي. نراكم في حل التمارين والمسائل. إلى اللقاء.